احتفلت مؤسسة لوياك باليوم الدولي للتطوع في الكويت بحضور جمع غفير من الكوادر الوطنية المتطوعة في مشهد عبر عن حب الشباب الكويتي للتطوع. هو احني موجود بلوياك وايد زين لان الواحد يستفيد ويعني يستفيد يستانس لما يشوف ان الناس يعني مستانسة. والله التطوع يعني شيء جميل يعني لان شيء بادر منك وانت مجبور انك تسوي هالشيء. فهذه البادرة ان انت لما تطلع منك فاكيد الاستفادة راح تكون شخصية بالنسبة لك. فالفائدة تكون نفسية يعني فائدة انسانية يعني تعلم اشياء بحياتك شلون كيف تتعامل مع اشياء ما كنت تتعامل معها من قبل. التطوع أحس شيء أساسي يضبط النفس، شيء يغير شخصية الإنسان، شيء مثلا في ناس تمتلك أشياء تقدر تنشر السعادة، ليش ما تنشر السعادة حق الناس؟ فاتجهت حق الشيء هذا. جمعيات نفع عام ومراكز تطوعية كويتية شاركت بإحياء اليوم الدولي للتطوع بهدف تعزيز هذا المفهوم والتأكيد على أهميته في حياة الشعوب. اليوم العالمي أو اليوم العالمي للتطوع هو اليوم تجمع للمتطوعين في 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 كل النواحي في دولة الكويت. طبعا جمعية هنا اللحم الكويتي هي عندها رمزية كبيرة في موضوع العمل التطوعي. جل اهتمام الأعمال التطوعية تعتمد على المتطوعين. في اليوم العالمي حق التطوع أنا أنصح الكل يتطوع ويجرب هالمرحلة. هذه المرحلة وايد حلوة وجميلة. احنا اليوم سعداء بهذا الاحتفال بمناسبة يوم التطوع العالمي واللي دعينا فيه جميع مؤسسات المجتمع المدني اللي تساهم من خلال نشاط التطوع. وهذا الاجتماع هو للتعبير عن شكرنا وامتناننا للمتطوعين من مختلف الجهات في الكويت وفي لوياك. متطوعون كويتيون من مختلف الأعمار أطلقوا من الكويت في يوم التطوع الدولي رسالة أكدوا خلالها أن الشباب الوطني قادر على حمل رسالة التطوع ومساعدة الإنسان انطلاقا من بلد الإنسانية.